أخبار اليوم. جرائم تأخذ صورا مختلفة تتصدى لها الأجهزة الأمنية وتكشف مرتكبيها، إضافة إلى حملات تستهدف تصفية البؤر الإجرامية. في هذا الإطار حققت حملات أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن القليوبية على عدة مناطق بالمحافظة عددا من النتائج الإيجابية، في مقدمتها ضبط 6 بنادق آلية و23 بندقية خرطوش و35 فرد محل الصنع وطلقات نارية متنوعة، إضافة إلى ضبط 39 قاضية مخدرات وأربعة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات والخطف والاتجار في المواد المخدرة، كما تم ضبط عدد من القضايا التموينية. بدائرة مركز كفر الزيات قامت مديرية أمن الغربية بحملات انضباطية مكبرة أسفرت عن إزالة 394 حالة إشغال طريق، كما تم تحرير 75 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 16 قضية تموينية. وفي إطار تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، نفذت مديرية أمن كفر الشيخ 40 قرار بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري والصرف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. في حملة أمنية مكبرة تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 33 قطعة سلاح ناري والمئات من الطلقات النارية و19 خزينة لأسلحة نارية وضبط حائز هذه الأسلحة. مديرية أمن أسوان نجحت في ضبط شخص وبحوزته 1000 قرص مخدر مختلف الأنواع وأقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار. ولأن السلحفات البحرية أو الترسة محرم صيدها محليا ودوليا لتعرضها للانقراض، فقد تمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالإسكندرية من ضبط 2 من أكبر تجار الترسة البحرية، وذلك أثناء محاولتهما ذبح وبيع إحداها، كما اكتشفت الإدارة المخزن الذي قام بتخزين الحيوانات الحية به وعسر به على 9 سلحفاة حية و3 صدفات حديثة، وقد تم إعادة الحيوانات الحية إلى موطنها الأصلي في مياه البحر. عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، تمكنت مديرية أمن دمياط من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المنازل، واعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقات، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات والتي تعرف عليها المجني.